بنت في رابعه ابتدائي وبتاخد دروس خصوصيه مع مدرس انجليزي، ومعاها مجموعه الام الفاضله تقول بان حتى لا يدخل المدرس الانجليزي البيت وحده، هي تأمر أو تطلب من أمهاتها البنات أن يحضرن مع بناتهن حتى لا تكون هناك خلوة، والمدرس مع البنات وهن مجموعة في مكان منفصل أو مستقل. أرجو الله عز وجل ألا يكون في ذلك حرج، أرجو الله عز وجل ألا يكون في ذلك حرج، لكن لا يجوز أن يخلو المدرس ببنت واحدة ولو كانت صغيرة. يا جماعة والله العظيم لا تحدث مصيبة ولا مشكلة إلا إذا انحرفنا وابتعدنا عن تشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن منهج الله الذي يعلم من خلق واللطيف الخبير. بعض أحبابنا الآن يستمعون إلينا واتهمونا، أنتوا كده يا مشايخ ما بتنطلقوش في الإجابات على الأسئلة دي إلا من منطلق نظرية المؤامرة، أنتوا كده دايما تتهموا بناتنا وتتهموا أولادنا وتتهموا أساتذتنا. لا يا أخي، ده دين، هذا دين، هذا دين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم أن يدخل رجل أجنبي على امرأة أجنبية، فقال إياكم والدخول على النساء. فقال يا رسول الله أفرأيت الحم؟ والحم ده أخو الزوج، خلي بالك، ده دين، أخو الزوج أو أقارب الزوجة من الطبقة الأولى مثلا أو من أي طبقة، بس ما يدخل ويخرج عند الناس وفي عرفنا ومجتمعنا ما فيش مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه، قال يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت، الحم الموت، الحم الموت، لأنه يدخل ويخرج دون أن يلفت الأنظار لأنه من العيلة كما يقال. لا، قال عليه الصلاة والسلام، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. قال عليه الصلاة والسلام، لا يحل لامرأة أن تسافر، لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه رواية ابن عباس في الصحيحين، بيقول لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إنك تتبت في غزوة كذا وكذا، يعني أنا سجلت اسمي في قائمة المجاهدين، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فحج مع امرأتك. فلا يجوز لا لمدرس القرآن، اوعى تقول ده مدرس قرآن ويدخل البيت وتبقى الزوجة لوحدها في خلوة، هذا حرام. يا مولانا ده شيخ، يا أخي والله ولو كانت لحيته إلى سرته، ما ينفعش. يا مولانا ده الست عندي منتقب، يا أخي والله لو كانت تلبس خيمة، ما ينفعش. الجذب بين الرجل والمرأة أمر جبلي فطري، لأن الله قد أناط بهذا الجذب امتداد النسل البشري على ظهر الأرض، فحيثما وجد الرجل وحيثما وجدت المرأة فالجذب بينهما أمر في الفطر مركوز، لأن الله قد جعل هذا الجذب سياطا على الظهور من أجل أن يمتد النسل البشري على ظهر هذه الأرض، وهذا لا يخالفه عاقل. يعني ما ينفعش أبدا تشعل نارا وتسكب عليها كل شوية جركن من البنزين أو الكوريسين أو الجاز وتقول للنار اوعي تشتعلي، ألقاه أو تكتف واحد بالحبال وبالقيود وترميه في البحر وتقول له أتغرق، ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، فهذا لا يجوز. أما إن كان المدرس يدخل ويجلس مع المجموعة كاملة وفي مكان بعيد ولا يوجد خلوة، فأرجو الله عز وجل ألا يكون في ذلك حرج، وأسأل الله أن يستر بناتنا ونساءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.